الرحيم. أولا السلام عليكم أخي. عليكم السلام، حياكم الله سماحة الشيخ أفضل، صلي على محمد وآل محمد. أهلا وسهلا، اللهم صل على سماحة الشيخ أفضل. محمد بارك الله بكم. أنا نظرت في القرآن الكريم وجدت أن كل عقائد الشيعة ليست موجودة في القرآن، لا إمامة أو عصمة أو رجعة أو تقية أو خمس أو أي عقيدة، فهل عندك أي آية في القرآن على أي عقيدة خالفتم فيها المسلمين؟ تفضل. طيب خير إن شاء الله، حياك الله. حياك. طيب خير ان شاء الله. اولا انت سؤالك غلط، وثانيا النتيجه اللي انت توصلت لها غلط، ماشي الحال. فانت اذا كنت باحث لابد ان تبدا بهكذا، انه ليس عندك اي يعني فكره مسبقه عن الموضوع او عن العقائد، وانت تريد ان تبحث عنها في القران وثانيا في السنه حتى تجدها ومن ثم تأتي. أما أنت عندك فكرة مسبقة وهي عقائد أهل السنة، وبحسب تبنيك لها تأتي وتحكم الآيات، ليس برؤية منفتحة حتى تحاول أن تفهم. فأولا خذ الجواب الذي أنت سألت عنه. طب ممكن يا شيخ قبل أن تقول الجواب، بس هل اسمعني أنت سألت الآن، اسمعني الجواب. بس أنا هسمعك، بس بالله لا تقطع الخط علي ونسمع بعض، تفضل. ايه لا 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 بعرف، لا ان شاء الله لا تكون عم تسجل انت بالنهايه، يعني ما هذا الموضوع ما بحب انه يتسجل، حديث بيني وبينك يعني. لا ابشر ان شاء الله، الحديث يعتبر بيني وبينك وامه لا اله الا الله، تفضل. طيب خير. فيما يخص العقائد، لم يثبت، اوكي، ليس بالضروره ان تكون كل العقائد مصرحه في القران الكريم، لا اصول العقائد كما تريد أنت، لأن اللغة العربية لغة مطاطة وحمالة أوجه، مطاطة، وهي لغة مليئة بالبلاغة، جيد، وهي لغة مليئة بالبلاغة. ومن هذا الباب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يصرح بأن ثمة آيات محكمات وأخرى متشابهات، جيد. فهذا يفصل بأن آيات القرآن أتت على منوالين من النسق، جيد، هذا أولا. ثانيا لم يثبت، لا أن النبي قال بأن كل العقائد لابد أن تكون مصرحة في القرآن الكريم، بل حتى الفروع في الدين ليس بالضرورة أن تكون مذكورة بالقرآن بالصراحة، طيب. وحتى أفصل لك ما أقصد بكلمة الصراحة. أنا أفهم الألفاظ، افهم شيء، بس خليني بس انت تكلمت في ثلاث نقاط، انا عايز ارد عليهم وبعدين اسمعك تاني. احنا مع بعض، احنا مش في معركه، وان شاء الله لا نسمع من بعض. هدي لا، خلينا نكون احنا نقاش علمي، خلينا نكون نقاش علمي. بس بالله لا تغلق الخط يا شيخ، بالله لا تغلق الخط. اسالني اياها سجل. لا لك يا عم اسمع، انا عندي 20 دقيقه، انا فايت هلا 20 على اجتماع، فبهذه ال 20 دقيقه انا ان شاء الله انا معك، جيد، ممتاز. بس مش هتتكلم ال 20 دقيقه هون اللي بدك تعمله. لا يا حبيبي بس اسمع انت، هون اللي بدك تعمله، الاسئله اللي بدك اياها تسالني اياها ان شاء الله انا راح اعطيك مجال تكتبها هلا، وان شاء الله تسالني اياها. ممتاز. بس خلص ممتاز. مختصر الفكره، ليس بالضروره ان تكون كل العقائد مذكوره في القران، جيد، بالصراحه، جيد. ثانيا فيما يخص مثلا حتى الفروع، هل مذكور في القران ان صلاه الفجر هي ركعتين او صلاه المغرب هي ثلاث ركعات مثلا؟ ليست مذكورة. فبين هذا الباب، هل أنت يعني تقول بأن هذه المواضيع بما أنها لم تذكر في القرآن بالصراحة فأنا لا أؤمن بها، ما فعلت بالسنة أنت؟ أرد عليك يا سماحة الشيخ، أرد في النقاط دي سريع. إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا، تفضل خلينا نسمع جوابك. بس بالله لا تغلق الخط، بالله عليك، تفضل. طيب حضرتك اتكلمت في ثلاث نقاط. اول نقطه قلت ليس بالضروره ان تكون كل العقائد في القران الكريم، وهذه مصيبه طامه. اصلا كل عقائد الشيعة ليست موجوده. انت كنت عايز تضرب مثلا عن الامامه الاثني عشر، لا، ده انتوا لا امامه ولا عصمه ولا رجعه ولا تقيه ولا خمس المكاسب ولا اي حاجه، لذلك انتم مختلفين حتى في التقليل، اختلفتم. فالاخباريه تكفركم لانكم تستندون الى روايه، حتى الخوئي يضعفها، فاما المسائل المستحدثه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا، فاختلفتم وانقسمتم الى في الاصوليه. وأنت من أتباع مدرسة ولاية الفقيه، وأنت تعرف أن مدرسة شورى الفقهاء تكفركم، بخلاف أن السرخي يكفر السيستاني، وكل واحد يقول أنه نائب للإمام المهدي، وتكفرون بعض وتلعنون بعض. فأول حاجة، كل عقائد الشيعة ليست بالضرورة، نعم كل عقائد الشيعة ليست موجودة في القرآن.
قلت وأخرى متشابهات ولم تكمل الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ليه يا رب بيفعلوا ذلك؟ ابتغاء الفتنة، بيعملوا كده علشان إيه؟ ابتغاء فتنة ما بين الناس، يقولوا ده في إمامة وفي عصمة وفي راجع وفي وفي وفي، عشان يفتنوا عوام المسلمين. اتكلمت تاني أيضا، قلت لابد أن تكون مصرحة، لابد إن مش لازم إن كل عقيدة تكون مصرح بها في القرآن الكريم. نعم، ما كل ما كان يموت امام كنت بتختلفه، لحتى لو موجود في السنه مش موجود ولا صريح، لان حتى عبد الله بن جعفر الصادق ليه طلب بالامامه لنفسه؟ ليه خرجت الفتحيه؟ ليه خرجت الكيسانيه؟ ليه خرجت الزيتيه؟ ليه حتى الاماميه الاثني عشريه انقسموا من الداخل الى عده مدارس؟ ليه المدرسه القرمانيه ولا المدرسه الاحسوائيه ولا حتى المدرسه الاخباريه انقسمت، وحتى المدرسه الاصوليه انقسمت من الداخل لعده مدارس؟ وانت تعلم مدرسه السيستاني اللي اسسها مهد الاصفهاني، المدرسه التفكيكيه، كل هذه المدارس انت عارف انقسمت ليه؟ لان لا يوجد نص لا من القرآن ولا من السنة. تالت حاجة بتقول لي ليس كل شيء لابد ان يصرح به في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول وضربت مثل وقلت صلاة الفجر ليست ركعتين. الله سبحانه وتعالى يقول وكل شيء فصلناه تفصيلا في سورة الإسراء في كتاب الله تبارك وتعالى. فالقرآن فصل، لما ضربت مثل هذا المثل خطأ، تعلم هذا المثل خطأ ليه سمحت الشيخ؟ لان الاصول الاصل اللي هي الصلاة موجودة في القرآن في عشرات الآيات ذكرت، واقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، آيات كثيرة تتحدث عن الصلاة، فالأصل موجود في القرآن الكريم والتفسير والتفصيل فيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأين أجد الأصل في إمامة الأئمة الاثنى عشر محكم كآيات الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى، ومن ثم أسامي هؤلاء الأئمة تكون في السنة؟ تستطيع؟ تفضل سماحة الشيخ. طيب حبيبي، أنت جوابك، أنت جاوبت على نفسك، نقضت نفسك، أنت قلت الأصل في القرآن والتفريع مذكور هو بالشو اسمه بس جيد. طيب صلاة الفجر هذه المسألة نفسها لقيت ركعتين، ما انا قلت لك الصلاة موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى، الصلاة مذكورة اكتر من 60 مرة في كتاب الله تبارك وتعالى اللي هو الاصل، فوين اجد اصل الامامة هذه اللي كفرت الامة عليها، اللي قلت ان هي اهم من الصلاة، اللي محمد بن يعقوب الكليني قال بني الاسلام على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية وما نودي مثل ما نودي بالولاية، اللي هي اهم من الصلاة. فعايز اية محكمة هيفهمها القاسي والداني. انا لو جبت اي احد الان وقلت له واقيموا الصلاة، ما معنى واقيموا الصلاة؟ حتى لو اعجمي هيقول لك اقيموا الصلاة اي صلاة التي نصليها. فانا عايز آية هكذا عن الإمامة، آمنوا بالإمامة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، والتفصيل بقى في السنة تجيبه لي إن الاثنى عشر إماما حتى إمامك الغائب. أفا سكر الخط، قايل لكم رب الكعبة لن يسمعني، خلينا نجيبه تاني. قال لك تلت ساعة، هنجيبه تاني. قال لك تلت ساعة، هسمعك تلت ساعة. ما أنا مش هسيب لك شبهة تلقيها وأنا أنسى. والله العظيم يكنسل عليا، لا يريد الرد. لا هجيبه تاني، تالت وخامس. بيغلق الخط في وجهي والله، بيغلق الخط في وجهي. هؤلاء هم معمم الشيعة، هؤلاء هم معممي الشيعة الذين عبدوا عوام الشيعة بدين باطل وجعلوهم يتركوا القرآن الكريم. نعم، كان معكم هذا المعمم الشيعة، والله عمل لي حظر الآن، ولكن الحمد لله أخذت صفحته، أخذت صفحته ليعلم القاسي والداني لمن يقول إن 20 دقيقة وسيناظر يعجزون عن المناظرة وعن قبول الحوار. ليه؟ لأن لقوا من يفهم مثل هذا المعتقد، وأن هذا المعتقد يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة زي ما احنا بينا الآن، يريدون عمل فتنة في الأمة، عمل بلبلة في الأمة. يوجد 12 إماما، طيب أين آيات الإمامة؟ الله سبحانه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وين يا عمي؟ انا اكلمك عن ايات الامامه الاثني عشر، ما هي ايه الامامه وعلي من ذريه ابراهيم؟ لا لا لا، طب هات لي ايه ثانيه. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقومون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. وين هذه يا عمي؟ انا ما اجد في هذه الايه سيدنا علي، سياق الايات لا ينفع. وين اجد علي رضي الله عنه في هذه الايات؟ لا لا لا، ما هي 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 الايات. طب اريد ايه ثالثه مثلا عن الامام، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام. وين هذه؟ وين هذه يا عمي؟ لا، ما هذه نزلت في الامام علي بقى. كل ادلتهم فامن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ليش؟ لماذا يا رب؟ ابتغاء الفتنه، يريدون عمل فتنه لعوام الشيعة المساكين الذين لا يعلمون شيء، فيعملوا لهم فتنه حتى ايه؟ حتى يتركوا الإيمان بالله تبارك وتعالى ويعبدوا غير الله تبارك وتعالى. طبعا هو كان يقول أنا لا أريد أحد يسمع هذا الحوار، والحمد لله أمة لا إله إلا الله كلها إن شاء الله تسمع هذا الحوار،
وينتشر الاتصال بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى كده المعامله مش سامي. وقال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. خلاص، وإذ يتحدون في النار. أحسنتم يا إخوة.